صحيح. وعايز اقول برضو يعني ما شاء الله حوارك طبيب، لانه داخل مرتب اموره اربع خمس نقاط بيتكلم فيها طبيب، يعني بيديك 10 على 10 يا دكتور والله بجد. اجي لحضرتك يا دكتور سامح، انت حضرتك مش بس يعني طبيب العلاج الطبيعي فريق، انت صاحب اللعيبه. وانا حضرت مره بالصدفه وانت كنت قاعد مع كابتن عبد الله عبد السلام، وكانوا عند حضرتك في المكتب، وكانوا كنتوا جايبين حواوشي وبتاكلوا يعني صحاب. كلمني عن العلاقه دي. هو الحمد لله يعني كترتيب الجهاز الحمد لله يعني احنا متفاهمين جدا ومتعاونين من اول يوم اشتغلنا. دكتور ايهاب هو رئيس الجهاز، دكتور ابراهيم ابو حمده هو العلاج الطبيعي، انا الاصابات والتاهيل، دكتور ابراهيم هو العلاج الطبيعي مش انا. بعد كده عبد الرحمن مكي كتدليك. بعد كده احنا التكامل ده خلق روح الحمد لله خلتنا كلنا متعاونين، لان كل واحد كان عارف شغله بشكل جيد. لكن علاقتي باللعيبه بتاعت النادي الاهلي قايمه من ايام المنتخب، لان انا ماسك منتخب مصر من اكتر من 15 سنه. صحيح. فاللعيبه كبرنا واحنا مع بعض، فبقى في ثقه كويسه حتى في الامور الداخليه بيننا وبين بعض، مش بس الامور الفنيه. وده الحقيقه كان حاطط عليا انا شخصيا لود غير طبيعي، لان انا ما تعودتش ابدا اخسر من حد زي تونس. كنت انا وعبد الله وصلاح بنشد الرحال وبنكسب بمنتهى البساطه. صحيح. وكنا بنعرف نسيطر على افريقيا في كل تفاصيل في المنتخب. مؤخرا للاسف ما حصلش نتيجه يعني فرق الاجيال اللي كان ما بين جيل عبد الله والجيل اللي بعده في المنتخب. ده كان شيء عامل لي يعني حاله من الحزن الشديد، مسؤوليه حاسس بالاحساس. لما جيت النادي الاهلي الحقيقه حسيت ان في منظومه بتخدم ان انا اعرف انجح. من اول السيستم اللي محطوط في النادي لغايه اللي انا لمسه في الجهاز، الحمد لله ده ساعدني بشكل كبير جدا ان انا انجح. وحاولت بكل ما املك ان انا اشيل اي ضغط عن كابتن ميدو في شغلي، ان انا ادي مواعيد مظبوطه، ان اللعيب هيرجع بعد مرحله التاهيل، دكتور ابراهيم بيدي مواعيده بعد ما يخلص العلاج الطبيعي. لكن الحقيقه كان ليا الدور اللي انا حاسه كصاحب اللعيبه على الدكه، ان انا اعرف ما اخليش حد مخضوض من الماتش، ان انا ابقى انا اللي بشجع وامص الغضب بتاع اللعيبه ده، لان الجمهور هناك كان جامد جدا الحقيقه. كان صوتهم عالي، لكن انا كان صوتي بحاول انه يبقى اعلى جدا اثناء التشجيع عشان اوصل للعيب. حتى انا بقى عارف يعني ايه احمد اقول له مشي، عارف يعني ايه عبد الله اقول له سقط. ده بالاضافه لدورك، دور تاني بقى. الحمد لله والله احنا كلنا الحمد لله قمنا بدورنا كويس بفضل الله، وده نجح. ومش عايز اعيد الكلام، لكن الحقيقه انا كنت قايم من بعد خسارة الكاس ب 24 ساعة، كنت محبط جدا، لأن احنا كلنا تعبنا جدا وسبنا أشغالنا. لكن كنت قايم يعني عندي اعتزاز وفخر بحديث كابتن محمود الخطيب جدا، ويمكن ده خلانا كلنا رايحين مصممين إن احنا إن شاء الله نعمل أحسن حاجة. مظبوط. تخيل حضرتك رئيس نادي اللي المفروض يحاسبك على الإخفاق بيقول لك ما فيش حد جنبك، بيقول لك أنت في حتة تاني خالص، بيقول لك أنا معتز بإنجازك على مدار 20 سنة. الحقيقة يعني انا مش قديم في النادي الاهلي، دي تاني سنه ليا، لكن كنت فخور جدا وانا مروح اليوم ده. ويمكن كنت محبط ان انا بطوله افريقيا دي هتشغلني تاني عن شغلي، لكن كنت عندي يقين من اليوم ده ان احنا هنكسب. حسيت كان عندي على فكره المكسب ليه ريحه بتتشم. انا كان عندي يقين ان احنا هنكسب. زمان اقول المكسب انا شامم ريحه المكسب. حتى كنا بنبعد كابتن ميدو عن الضغط ده، وكنا بنجمع اللعيبه عندنا بعد ما نخلص شغلنا. بعد تاكلوا حواوشي برضه ولا لا؟ لا عايز اقول لك حاجه.